أهلا بك عزيزي المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. متأكد أن الرب سيتحدث إليك بكلام خاص جدا في هذه الحلقة. متأكد أن الرب هيكلمك بكل وضوح عن أمور أنت فيها هذه الأيام. وأبدأ معك بآية من مزمور 81، آخر آية. الرب بيقول لشعبه: ومن الصخرة كنت أشبعك عسلا، ومن الصخرة كنت أشبعك عسلا. شعب الرب لما كان ماشي في برية سيناء كان بيلاقي عسل في الصخر. ايه اللي بيحصل؟ الصخر فيه شقوق، بيجي النحل ويعمل الخلية بتاعته في هذه الشقوق، النتيجة بيتكون عسل. النتيجة ان الشعب بياخد هذا العسل وياكله وايه؟ ويشبع بيه. لان هنا الرب بيقول لهم: ومن الصخرة كنت اشبعك عسلا. الناس عمرها ما تتوقع انها تجد العسل في الصخور، انما الرب وجه النحل الى هذه الصخور اللي شعب الرب هيبقى وهو في البرية ماشي جنبيها. الرب عظيم، يطلع من الصخر مش بس مية زي ما عمل وخلى موسى ضرب الصخرة فطلعت مية، لا، بطريقة أخرى الرب طلع من الصخر عسل. عزيزي المشاهد، لو أنت حياتك النهاردة ماشية وسط صخور يعني صعبة، صخور بتتكلم عن الحاجة الناشفة، الحاجة الغير ممهدة، طريق في صخور يبقى صعب، صدق ان الرب هيطلع لك من الصخور دي حاجة مفيدة جدا جدا ليك وطعمها حلو زي العسل. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، الرب يعمل معانا زي ما عمل مع شعبه. كل صخرة بنجد انها عائق تتحول من عائق لمصدر للعسل ومصدر مشبع. يقول كده: ومن الصخرة كنت أشبعك عسلا. الرب دايما عايز يشبعنا، الرب مش عايزنا نبقى جعانين، الرب عايزنا نبقى شبعانين، وحياتنا هنا على الارض تبقى حياة ايه؟ التمتع. لو انت مؤمن وليك علاقة مع الرب يسوع لكن مش متمتع بحياتك العائلية، مش متمتع بعلاقتك مع زوجتك، بعلاقتك مع اولادك، مش متمتع في شغلك، يبقى فيه، لو انت مؤمن وعندك كده تيجي للرب تقول له: ده مش قصدك اللي انا بفهمه من كلمتك، مش ده اللي انت قلته في الكتاب المقدس، انت قلت ان حياتنا تبقى حياة التمتع. قل له: يا رب انت في آية بتقول انك انت اعطانا كل شيء بغنى للتمتع، بغنى للتمتع. طالب الرب ان يحقق الآية دي معاك وان تعيش حياتك على الارض متمتع، وكل مجال في حياتك بتعمله وانت مبسوط، مش بتعمله وانت مهموم. لا، الرب مش عايزك مهموم، الرب عايزك تذاكر لو انت طالب وانت فرحان، تروح شغلك وانت سعيد. وفي آية بتقول كده: افرحوا في الرب ايه؟ كل حين. يعني كل حين، يعني وانا بذاكر، يعني وانا بشتغل، يعني انا وانا في بيتي، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. ارى لك الآية مرة كمان وصدق ان اللي عمله الرب مع شعبه يعمله معاك،
يطلع لك من الصخور اللي الشيطان عايز يقول عايزك تبقى مرتبك بسببها وعايزك تنزعج بسببها. آمن وصدق إن الرب هيطلع لك من هذه الصخور عسل مشبع. ومن الصخرة كنت، الرب بيقول لشعبه أشبعك عسلا. تعال معي عزيزي المشاهد إلى سفر الرؤيا، بنكمل التأمل في المرأة اللي تحدث عنها سفر الرؤيا في أصحاح 17. ايه السبب ان احنا بنتأمل في اصحاح 17؟ السبب ان اخر ايات في سفر دانيال، احنا السلسلة دي اسمها رؤى دانيال، ففي اخر رؤية في تحديد في وقت، بيقول الكتاب ان في سفر دانيال الوقت ده هيبقى في ركسة خراب، زي ما قال الرب كمان في انجيل متى مثلا، بنقرا عن ركسة الخراب في متى 24. سفر دانيال تحدث عن وقت معين، توقيت معين، هيبقى في ركسة خراب في الهيكل. امتى؟ في نهاية الايام. ده معناه ان الهيكل زي ما قلنا هيبقى موجود في نهاية الايام، وهيبقى متقدم فيه ذبائح، لان التوقيت ده او اليوم ده هيحصل فيه ايه؟ هتتوقف تقدمة الذبائح في الهيكل ده بامر من الوحش اللي هو الحاكم الاوروبي الايطالي، ده هيصدر امر بايقاف تقديم الذبائح، وهيحط صور ليه في الهيكل للعبادة الوثنية. هيشيل الهيكل من عبادة ناس بتعبد الرب، وإن كانت بتعبد عبادة مزيفة عبادة شكلية، لكن على الأقل ما هيش عبادة أصنام. هيخلي الهيكل بقى لعبادة الأصنام، الناس تعبد الصور بتاعته والتماثيل بتاعته. أكتر من كده هيدخل في الهيكل ويقعد ويعلن نفسه إنه الإله. عزيزي المشاهد، ده وقت هيبتدي فيه الحاجات دي. الوقت ده بيبقى زي ما قال سفر دانيال، هيبقى بداية 3 سنين ونص، آخر 3 سنين ونص. آخر 3 سنين ونص دول من الأسبوع اللي تأملنا فيه كتير قوي في سفر دانيال الأصحاح 9، الأسبوع الأخير اللي هو من 7 سنين. دول 3 سنين ونص اللي بيبدأوا بركسة الخراب، الصور والتماثيل اللي هيحطها الحاكم الأوروبي ده الإيطالي اللي اسمه اللي لقبه الوحش. 3 سنين ونص دي هي يطلق عليها وقت الضيقة العظيمة. دي ضيقة زي ما بيقول دانيال في أصحاح 12 وآخر أصحاح، وزي ما قال الرب يسوع دي ضيقة لا مثيل لها عبر التاريخ، وهتبقى موجهة لليهود اللي موجودين في اللي هيبقوا موجودين في فلسطين في ذلك الوقت. ضيقة ما حصلتش قبل كده، وهيقتل فيها من اليهود 1/3 عددهم زي ما بيقول سفر زكريا. قلنا ايه الاحداث الهامة اللي هتتم في هذا التوقيت؟ من هذا الحدث عشان كده تأمننا في رؤية 17 اللي موجود في رؤية 17. في رؤيا 17 يوحنا بقى مش دانيال، وقلنا وفكر المشاهد ان سفر دانيال يكمل سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا يكمل سفر دانيال، والاثنين يدونا صورة واضحة عن الاحداث النهائية، احداث الايام الاخيرة. ايه اللي شاف؟ ورأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي، وهذه الامرأة لابسة لبس حلو قوي غالي قوي، متسربلة بأرجوان وقرمز، ومتحلية بذهب، يمكن لابسة في رقبتها في ايديها خواتم وحلقان، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. وبعدين يقول الكتاب ان هذه المرأة بتعمل ايه؟
يقول لك او ايه وصفها كمان، يقول لك وعلى جبهتها اسم مكتوب. ايه الاسم ده؟ سر، وبعدين بابل العظيمة، ده اللي مكتوب هنا على الجبهة بتاعتها. وبعدين تحت العنوان ده ام الزواني، يعني سر بابل العظيمة وايه هي ام الزواني. قلنا في الحلقة اللي فاتت ان مين المرأة دي، المرأة اللي هي ام الزواني يعني مصدر للزنا في كل العالم، ام الزواني ورجاسات الارض. قلنا ان الزنا هنا المقصود به في هذا الاصحاح مش الزنا الجسدي الحرفي، الزنا الروحي. ما هو الزنا الروحي؟ ان الانسان بدل ما يعبد الرب الاله الحقيقي يعبد اله اخر او يعبد اصنام، انما مش بعد عن العبادة الحقيقية. ده معناه انه ابتدى، او معناه انه في الزنا الروحي. المرأة دي بتخلي العالم يزني روحيا، يعني بتبعد العالم عن العبادة الصح للاله الحقيقي. ده هيبقى موجود؟ هنا بيقول لك شفت ده. طب ايه اللي هيحصل بقى في بداية الثلاث سنين ونص؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنا قبل الثلاث سنين ونص في الوحش اللي هو زي انا بلخصك اللي قلته في الحلقة اللي فاتت، ان الوحش اللي هو القائد العالمي ده، ده الوحش مين اللي راكبه؟ هذه الامرأة. يعني ايه؟ يعني هيبقى في نهاية الايام عبادة، العبادة دي هتوجه هذا الحاكم الاوروبي اللي هيحكم العالم، هتوجهه يعني هتسيطر عليه وهو هيستفيد منها. لكن هي هيبقى ليها العبادة دي هيبقى ليها تأثير قوي جدا عليه. الدليل انه هو شاف الرؤية دي كده، شاف هذه الامرأة اللي هي ام الزواني رجباه يعني بتوجهه وتحركه، معناه انها بتستفيد منه وهو بالطبع بيستفيد منها. يعني هنا في اتحاد بين الحاجة الديانة دي او العبادة دي اللي بتبعد الناس عن الاله الحقيقي، والسياسة العالمية اللي ماشية فيها، اللي هتبقى ماشية في الأيام الأخيرة، اللي بيقودها الحاكم الأوروبي ده اللي لقبه في سفر الرؤيا الوحش. شاف اتحاد بين المرأة وبين الوحش، وبسبب الاتحاد ده هي نفوذ هذه العبادة امتد في كل حتة، لأن هو مستخدم القوة السياسية والملوك والرؤساء دخلوا في هذه العبادة أو ومشوا فيها بسبب أنهم شايفين العلاقة الحميمة بين هذه العبادة اللي رمزها هنا المرأة، العبادة اللي بتخلي الناس تزني، تبعد عن الإله الحقيقي، عن عبادة الصح، تبعد عن كلمة الله الحقيقية، وشايفين العلاقة الحميمة بينها وبين الوحش اللي هو الحاكم اللي بيحكم أوروبا وبعدين هيحكم العالم. عزيزي المشاهد، وقفنا في الحلقة اللي فاتت عند ان مكتوب على الجبهة سر بابل العظيمة. سر ايه معنى كلمة سر؟ كلمة سر في الكتاب المقدس، ودي بنلاقي الكلمة دي في أصفار العهد الجديد، مقصود بيها حاجة ما كانش حد يعرفها وأعلنت، كانت سر وأعلنت. والحاجة اللي أعلنت دي حاجة مش متوقعة أو فيها مفاجأة للناس، حاجة ما فيش يعني جاية كده مش أعلنت. هو ده المقصود بكلمة سر. يعني مقصود بكلمة سر في الكتاب المقدس حاجة بعيد تاني محدش يعرفها، مستخبية وبعدين أعلنت، الله أعلنها. هو ده المقصود بكلمة سر. أرى لك آية توضح معنى كلمة سر في إنجيل متى
أصحاح 13. في إنجيل متى أصحاح 13 الرب يقول في آية كده في رقم 35: لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق، دي كلمات عن الرب يسوع، وأنطق بإيه؟ بمكتومات منذ تأسيس العالم. مكتومات، أدي معنى السر. الأسرار اللي بنقرأ عنها في العهد الجديد كانت مكتومات محدش يعرفها منذ تأسيس العالم، وعن الأيام الأخيرة في سرين ما كانوش معروفين وتعرفوا. السر الأول ده سر إيه؟ يقول لك كده بابل العظيمة، اسمها كده. وزي ما قلت لك بيقولوا ان اللي كانوا بيشتغلوا، النساء اللي بتشتغل في الزنا في ذلك الوقت، ودي شغلتهم، العاهرات، كانوا بيكتبوا اساميهم على الجبهة بتاعتهم. فهنا دي مكتوب عليها ايه؟ سر، وبعدين بابل العظيمة ام الزواني، هي مكتوب عليها كده سر بابل العظيمة. دي في الرؤية، في الرؤية المرأة اللي جالسة على الوحش، المتحدة مع الوحش، اللي بتتحرك مع الوحش والوحش بيتحرك معاها. هذه الامرأة شافها في الرؤية اسمها ايه؟ عايز يفهمها، فالرب كتب له اسمها. ايه اسمها؟ دي سر، يعني ده اعلان كويس، ما حاجة كانتش معروفة وتعرفت. وبعدين بابل العظيمة ام زواني ورجاء، ام الزواني ورجسات الارض. وعزيزي المشاهد، قلت لك ان في سرين، ده سر بابل العظيمه. السر الثاني بقى ده في النبوه اللي قالها الرسول بولس عن نهايه الايام. قال، اتكلم عن الوحش ده، اتكلم عن ضد المسيح، اتكلم عن انسان الخطيه، وقال عنه انه الاسيم، ويستعلن في نهايه الايام الاسيم. بس قبل ما قال عن الاسيم قال حاجة عن سر ايه بقى؟ سر الاسم. يقول كده في آية 7: لأن سر الاسم الآن يعمل. وبعدين في النهاية يجي الأسيم. يبقى عندنا سرين، حاجات ما كانتش معروفة وأعلنت، كانت من الحاجات المكتومة اللي محدش يعرفها. سر، في حاجتين، سرين تبع الشيطان عليهم علاقة بالشيطان: سر الاسم في النبوة بتاعة بولس، وسر بابل في أصحاح 17. بابل دي سر بابل العظيمة، هنا دي امرأة، وقلت لك الكتاب بيرمز للأمور اللي فيها عبادة بالامرأة. يعني عندنا الكنيسة رمزها هو الامرأة، لكنها مش زانية طبعا، هي عذراء عفيفة. وبرضه مكتوب عن الكنيسة انها سر، وده فين؟ في رسالة افسس الاصحاح الخامس، في رسالة افسس اصحاح 5 يقول كده: هذا السر عظيم. كان بيقول يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. ده مش سر، ليه؟ لان ده معروف، لأن الآية دي موجودة في سفر التكوين، يبقى دي مش سر. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم. إيه السر ده بقى اللي جاي؟ ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. هو ده السر، ده اللي ما كانش معروف، ان المسيح هيرتبط بالكنيسة ارتباط الزوج بالزوجة. ده سر، ان الرب يسوع هيرتبط بالكنيسة عروس وعريس، وهيبقوا في وحدة واحدة زي ما بيقول هنا الكتاب، ان احنا من لحمه ومن عظامه، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. يعني زي حواء لما كانت حتة من آدم ده خلقها كده، الكنيسة برضو احنا نقدر نقول للرب اننا أعضاءك،
لأننا أعضاء جسمي من لحمي ومن عظامي. هو الرسول بولس هنا كان بيشبه، بيقول لك اتعلم، بيقول للزوج والزوجة ازاي تعاملوا بعض، زي ما المسيح بيعامل الكنيسة، وزي ما على الكنيسة الحاجات اللي على الكنيسة تعملها تجاه المسيح. لو فهمت المسيح من الكتاب بيعامل الكنيسة ازاي وانت زوج، هتعرف تعامل زوجتك. ولو انت كزوجة فهمتي الكنيسة بتتعامل مع المسيح ازاي، هتعرفي تعاملي زوجك. لان عندنا صورة. ايه هي الصورة؟ الصورة العلاقة بين المسيح والكنيسة، والمقصود بالكنيسة طبعا المؤمنين الحقيقيين في كل العالم من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، المؤمنين الحقيقيين اللي واخدين حياة، اللي اتغسلوا بالدم الثمين، اللي نالوا الولادة التانية، هم دول الكنيسة الحقيقية. المسيح مرتبط بيهم، ده سر إعلان، ما حدش كان ما تفهمش ده من العهد القديم ولا من أي أصفار أخرى، ده إعلان، ده سر ان ازاي احنا علاقتنا بالمسيح تبقى هذه العلاقة. نقدر نقول ان احنا من لحمه ومن عظامه. يبقى هنا السر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن العظيم اللي عن الكنيسة في افسس 5، هو عن الاتحاد، الاتحاد بين الرب يسوع المسيح وبين المؤمنين، اتحاد عظيم جدا، في محبة عظيمة، محبة العريس للعروس، محبة العروس للعريس، في خضوع الكنيسة للمسيح، في ان المسيح بيقود الكنيسة. طيب ده يقابله ايه بقى؟ يقابله الشيطان بيقلد، فعندنا تقليد. الاتحاد بين ضد المسيح الوحش وبين العبادة الغلط وبين هذه المرأة. يعني هنا عندنا اتحاد، سر ما كانش معروف وتعرف، وده لا يحصل في نهاية الأيام، ما كانش معروف، ده عشان كده اسمه سر. فزي ما عندنا سر أعلن في رسالة أفسس، اتحاد المسيح بالكنيسة، عندنا سر آخر مضاد في رؤيا 17، وهو اتحاد الوحش الشيطاني ضد المسيح بهذه الامرأة اللي هي العبادة المنحرفة اللي هتسود في العالم في نهاية الأيام. عزيزي المشاهدة، كمل معاك في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب الدم والعهد هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأية استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5-9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريداً صوتياً أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيراً ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.